يوم مع الصحافة الفلسطينية، أوقف الحرب ولا للتهجير، عنوان الفعالية الجديدة التي أقامتها نقابة الصحفيين المصريين بمشاركة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والتي بدأت هذه الفعالية بفقرة أورجامي بألوان علم فلسطين. النهاردة يوم مع الصحافة الفلسطينية، النهاردة يوم لمساندة الصحافة الفلسطينية في ظل ضد الهجمة الوحشية المستمرة واللي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 100 صحفي أو 96 صحفيا. الحقيقة هي يوم للتضامن مع الحقيقة ومع ناقل الحقيقة اللي هم بيستهدفوا بشكل مستمر، والإسرائيل بتحاول من قتل الرواية الفلسطينية أو منع إسرائيل فتح جرائمهم بشكل عام. نحن اليوم موجودين في ضيافة نقابة الصحفيين المصريين التي تنسق معنا بشكل يومي وعقدت عدة مؤتمرات منذ هذه الحرب، هي الأنشط في النقابات العربية التي تقف مع الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي حريصين أن نكون معهم ونتواجد معهم في هذه النشاطات والفعاليات التي ننظمها للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. قتل 100 صحفي فلسطيني واستشهادهم واستهداف أسرهم يأتي ضمن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لطمس الرواية الفلسطينية. القضية الأولى كانت في لقتل واغتيالات الصحفيين لغاية سنة 2018. القضية الثانية هي قضية إضافية خاصة في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلي، ومؤخرا مثل ما تم ذكره اللجنة التنفيذية بالإجماع أقرت بتقديم قضية ثالثة للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما يجري وما جرى منذ 7 أكتوبر. بلاحقوا الفلسطينيين أينما وجدوا، لأنه بدهم يقضوا على الرواية الحقيقية للفلسطيني، ومن هون يعني بنقول قصدهم تصفية وإعدام للطفل لأنه بيعتبروا هذا المستقبل، وللمرأة لأنها اللي بتنجب الأبطال وبتربيهم بترضعهم حليب الثورة. نحن نقول لهم عليهم أن يقفوا فورا، بل وتقدمهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم، فهي جرائم حرب ضد الإنسانية. هذه الجرائم وهؤلاء الشهداء الذين وصلوا إلى 20,000، منهم أكثر من 90 النهاردة، 97 من الصحفيين. محاكمة الاحتلال على جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم ووقف الحرب فوراً كان أهم مطالب جميع الحاضرين بفعالية نقابة الصحفيين المصريين. إنس الطويل، تلفزيون فلسطين، القاهرة.